مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة. اليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوانات. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة. لقد بحثنا جيدا ووجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا. دعونا لا نطيل الكلام ونذهب مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية. تم إحصاء أكثر من 70 نوعا من الظباء في القارة الإفريقية، بما في ذلك بعض الأنواع الموجودة في أجزاء أخرى من العالم مثل آسيا وأمريكا وأوروبا. تختلف هذه الظباء في الحجم والشكل والوزن والموائل التي تعيش بها، من الظباء الصغيرة مثل الغزلان إلى الظباء الأكبر بكثير. على الرغم من أن الظباء غالبا ما تكون فريسة سهلة للأسود، إلا أنها تمتلك بعض الدفاعات ضد الحيوانات المفترسة مثل السرعة والخفة والقفز. ونجد هذا خاصة في المناطق التي تكثر فيها الحيوانات المفترسة، حيث تكون النباتات كثيفة مما يجعل من الصعب رؤيتها والعثور عليها. ومع ذلك فإننا نميز أحد الأنواع التي لا تخشى الأسود في العادة، ويرجع ذلك أساسا إلى قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد هذا النوع من القطط المفترسة. عندما تخيف الظباء الأسد فإننا نتحدث عن الظباء السمورية، وهو نوع من الظباء الكبير ذو العضلات والقرون الطويلة. مثل كل أنواع الظباء فإن الظباء السمور خجولة بطبيعتها، لكنها قد تكون عدوانية أيضا. هناك لقطات لا تصدق حيث هاجمت الأسود هذا النوع من الظباء، إلا أن نهاية القتال لم تكن متوقعة. يمكن كذلك لهذه الظباء مواجهة الكلاب البرية، والتي عادة لا تسمح لأي شخص بالفرار حيا في عمليات الصيد التي تقوم بها. ولإثبات أن هذا الظبي شجاع تماما، فهو لا يخشى مواجهة حتى وحيد القرن الكبير مثل ما حدث في هذه المشاهد الحصرية. في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دوما وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.